موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. دعا مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني الليبيين بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 من فبراير إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة وأن يكونوا يدا واحدة على الظالمين. فضيلته في برنامج الإسلامي والحياة على التناصح الأربعاء حث الليبيين على ألا يرتدوا إلى الوراء وتسلب منهم مكتسباتهم التي حققوها ليعودوا إلى عقود الظلم والاستبداد. أشار فضيلة المفتي إلى أن ما تدمر به مدن ليبيا مدينة بعد الأخرى منذ انقلاب حفتر عام 2014 ثلاث شعارات، وهي الكرامة والشرطة ومكافحة الإرهاب. نفى عضو غرفة عمليات التبو محمد التباوي دخول ميليشيات الكرامة إلى مدينة مرزق، مؤكدا على تمكن قوة حماية الجنوب من صد الهجوم ميليشيات الكرامة. وأشار التباوي إلى عدم وقوع أي إصابات أو قتلى في قوات حماية الجنوب حتى الآن، هذا وكانت ميليشيات الكرامة قد حاصرت مدينة مرزق بدعم من قوات تابعة لحركة العدل والمساواة السودانية منذ ما يزيد عن شهر من الآن. قال الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء إن المؤسسة ستعيد فتح حقل الشرارة النفطي بعد إجراء عملية تفتيش للتحقيق من استتباب الأمن وفق قوله. وأكد الناطق باسم مؤسسة النفط في تصريح لوكالة رويترز إرسال فريق انتشال أو تفتيشي لتقييم الوضع الأمني في حقل الشرارة والتحقق التحقق من أن كل الفصائل المسلحة غادرت الحقل قبل رفع حالة القوة القاهرة. وأشارت الوطنية للنفط عبر ناطقها الرسمي إلى أن فرض منطقة حظر الطيران من قبل ميليشيات الكرامة على المنطقة الجنوبية قد يؤجل استئناف إنتاج حقل الشرارة لبضعة أيام. انتشل فريق انتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي في رعدرنا مساء الثلاثاء ثلاث جثث مجهولة الهوية من منطقة المغار. الصفحة الرسمية للجمعية وضحت أن الجثث سلمت إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، مشيرة إلى أن عمليات الدفن ستكون عن طريق شباب الكشاف والمرشدات بدرنا. مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ المفروضة على ليبيا منذ عام 2011 لمدة عام آخر. وحذر ترامب في خطاب وجهه لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين من خطر حالة عدم الاستقرار التي تعم بها ليبيا على الأمن القومي الأمريكي، مضيفا أن تمديد حالة الطوارئ جاء لمنع استغلال أصول الدولة في إطالة أمد الحرب في ليبيا. وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة حماية الأصول من الأشخاص الذين يعرقلون المصالحة الوطنية الليبية بما في ذلك عائلة القذافي، مؤكدا أن خطر الحرب الأهلية في ليبيا ستظل قائمة حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.